السلام عليكم حبايبي وخوتي، السلام نتمنى عليكم. تكون جيت اليوم. غادي نشارك معكم هذه الشهيوه اللي هي الدواره وديال العيد. بصراحه كاع الاخوات كتكون عزيزه عليهم الدواره ديال العيد، كتكون غيانه فوار ديال يعني ديال الايام العاديه. هنايا يعني عندي الشحمه بالفاف، يعني هنايا يعني عندي الكبده، وهنايا يعني عندي القلب اللي راني انا حليته بصراحه وغسلته. هنايا الكبده اللي راني حيدت منها كاع داك الخيوط اللي كانوا فيها وغسلتها، كما راكم تشوفوا كتزهق. وهذه الشحمه ديالها، وهذه عندي هنايا الريه حتى هي راني غسلتها. وهذه عندي هنايا الكرشه ولا التقليه ولا الدواره اللي غسلتها حتى هي. شوفوا معايا كي ولات بيضه، غير انا ما كنحيدلهاش هاد الحروشيه، راني كنهزها كنسلقها في الماء، مازال ما سلقتهاش، كنسلقها كتكمش، ولكن كتبقى يعني فيها هاد الاخر، ما كتحيدش، ما كنسلخهاش. يعني الماء كتسلخ بصراحه وتحيد لها هاد الحروشيه ديالها، كتبقى بحال الشحمه، ما كتعجبنيش بصراحه. غادي نسلقها وغادي تشوفوا، يعني ما غاديش كيتحاديها تحيد لها، هذه ما كتحيدلهاش، كتبقى لاصقه. المهم خليكم معايا وغادي نسلقها ونرجع معكم. ولا البنات، انا في التقطيع ديالي كنقطعها بصراحه كبيره، ما كنقطعهمش مرسويات صغيرين كيما راني واقيلا فايته في واحد الفيديو قلتها لكم. قلت لكم راه كنقطعهم مرسويات كبار، وهداك الشيء اللي كندير يعني بصراحه باش مني طيب ما تلفش. نوريكم كيفاش كنقطعها، يعني كنقطعها كتجي كبيره، ما كنقطعهمش مرسويات صغيرين باش ما تجيش تالفه ملي كطيب، من بعد كتصغر. كنقطع مرسويات بحال هكا كما راكم تشوفوا، كتجلس فوالا. هذا هو المرسويات اللي كنقطعهم بحال هكا، يعني ما كيجيوش صغيورين باش ملي كيطيبو ما كيتلفوناش، كيجيو بحال هكا البنات. يعني هكا مرسويات ديال الريه ولا حتى ديال الدواره، يعني غادي يجيو مقطعين هكاك. الواحد ملي كيكون كياكل عاوتاني كيعرف، ماشي كتبقى تلقاي كلشي غير الجلود، يعني كلشي صغير، يعني بصراحه خصهم يجيو باينين، يعني يجيو باينين تعرف شنو كتاكلي. رجعت معكم من بعد ما قطعت البصله، بصراحه راني رميت غير البصله اللي راني رميتها من الفوق. وغادي نزيد، غادي نزيد البنات طماط مطيشه، هي انا قشرتها وقطعتها هكا مرسويات صغار بحكم مطيشه كتبان لكم شويه صفراء بصح داكشي اللي موجود. عندي هنايا المعدنوس مقطع، ندير قياس معلقه كبيره باش نكثر بزاف. وغادي نبدا ندير، غادي نبدا ندير التوابل. غادي ندير معلقة صغيرة ديال الكمون، ما عمرش بزاف، هزت تحت شوية. غادي ندير معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة ديال سكينجبير ما عامرش بزاف. غادي ندير بحكم ما درتش القزبر، غادي ندير القزبر، انا كنديرو يابس، ندير معلقة صغيرة ديال القزبر يابس حبوب. ف البنات في هذا في الدوارة ولا في التقلية
راه من الاحسن انا بصراحه حتى اللوبيا ولابس راه كندير القزبر يابس حيت كيعطي واحد المذاق عجيب. اللي بزار حر بزاف ما غاديش ندير معلقه عامره، ندير غير نص المعلقه. هنا غندير جوج معالق ديال البودرة ديال الثومة، يعني كتعطي واحد النكهة زوينة بصراحة. أنا ولفتها في الطياب، جوج معلقات صغار يعني معلقة صغيرة. وغادي ندير ثلاثة ديال المعلقات ديال التحميرة فلفلة حلوة، ثلاثة ديال المعالق صغار يعني ما يعادل معلقة ونص كبيرة. كتعطي كيجي المنظر ديالها الزوين. وهنا غادي ندير ملون صناعي، انا بصراحه كيعجبني نطيب به. داكشي اللي كيقولوا لا وكيمرض ولا هذا، كيمرض غير العصب، هما اللي كيمرضوا غير الفقايس ديال الناس هما اللي كيمرضوا، ماشي حاجه اخرى ما كتمرضش. هادشي هذا كنا كن هذا الملون ولا هذا الزعفران من نهار اللي تزادينا وحنايا والدينا كيطيبوا به، كانت الصحه ديالهم مزيانه وكان ما عمرهم عندهم مشكل. ما ولا المشكل حتى ولينا هذه حرام وهذه حلال، وهذه كتمرض وهذه ما كتمرضش. الملحه غندير غير على حساب قياسي في راسي، ندير غير حتى نذوق من بعد. انا عارفه القياس شحال، نفضل هاد تجي مسوسه شويه ونزيد الملح من بعد وما تجيش مالحه. صافي هادشي اللي كاين البنات، صافي هنا البنات غادي نحرك هادشي، خلطهم مزيان، خلطهم مزيان. وغادي نزيد نضيف الزيت حيت انا كندير كلشي في دقه واحده هكا باش ما بصراحه هذه طريقتي، كنفضل ندير كلشي في دقه واحده وكيطيب كلشي وكيجي زوين. كيما فايت قلت في واحد الفيديو اخر، بصراحه كاينين بزاف ديال الناس اللي من العائله اللي كيحماقوا على الطريقه ديال الطياب ديال التقليه ديالي، ومنهم الوالده ديالي الله يخليها لي. وهنا غادي نضيف الزيت. الزيت بصراحه كل وحده الا عندكم على حسب، الا عندكم ما فيها لا شحمه لا حتى شي حاجه راكم كديروا شويه زيت زايد. الا عندكم كاينه مرسيات ديال الشحمه ولا شي حاجه هكا اللي كتطلق لي دم، يعني نفضلوا ما ديروش بزاف. انا غندير قياس نص كاس ديال الزيت، وغنزيد واحد جوج معالق زيت ارغان اللي هي ما كنقدرش نستغنى عليها البنات، وبصراحه كيجي الماكله بها هائله. هنا غندير واحد جوج معلقات ولا صافي. ما غاديش نضيف الزيت بلديه بصراحه، ملي كندير زيت الكان صافي كتكفي. المهم غادي نزيد شويه من حتى نقربنا نحطها، يعني حتى نقربنا حتى تقرب الطيب، وغنزيد واحد شويه باش كتبقى داك النكهه ديالها زوينه في الطياب. ودابا غادي ندير لها الماء، وغادي ندير لها الماء كندير غير القياس ديال كيتغطى لي التقليه ديالي ولا الدواره، كيتغطى هكا يعني يجي الماء على حد هنا هكا داير مع الشمس ضربه ما كيبانش مزيان، كنظن يجي الماء غير على حد هنا غير كيتغطى دواره وصافي ونردها طيب. كيما راكم تشوفوا البنات انا درت الماء مراش الماء بزاف، ها المهم على حسب كل وحده ولا الكميله ديالها، يعني كل وحده الكوكوت ديالها فاش كطيب. انا بصراحه كندير على حسب كميلتي، ما نكثرش الماء بزاف وما غاديش نجهد النار بزاف باش هكا ما تحرقش وباش طيب على خاطرها. هنا بقى لي غير نضيف واحد المزيوده اللي هكا بصراحه كتجي زوينه. صافي ما غادي نردها الدواره، جات بحال هكا، جات المريقه واقفه وجات بصراحه بنينه
ذقتها قبيلتين من الحلقة جات هي هذيك. ودابا غادي نبدا نحط في الترسيل ديال التقديم كما راكم تشوفوا معايا. جات بصراحة جاية طايبة على حقها وطريقها كما راكم تشوفوا. جات المرقة ما فيهاش بزاف، الى الله زدت لها واحد المعلقه ديال زيت ارغان وصافي. والريحه ديالها ما شاء الله راعية بنا، فيها الريحه زوينه. نتمنى تجربوها بالطريقه اللي راني درتها انا هكا، وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا معايا هذه هي الطريقه ديال الشكل النهائي. كما راكم تشوفوا المرسويات جايين هما هذوك هكا كيجيو البنات، ما كيجيو لا صغار. انا ما كنبغيش بصراحه الواحد لما يكون كياكل كيلقى داك المرسيات صغيورين. هذه هي، وجات كي المرقه، يعني جات هي هذيك ما جايش المرقه بزاف. صافي هادشي اللي عطى الله. صافي حتى المرقه جايه قد حدها. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم وتجربوا هذه الطريقه وبالصحة والراحة. الى عجبتكم لاغوسيت ديالي ديال التقلية ولا ديال الدوارة، ما تنساونيش في اللايكات والاشتراك للناس اللي دخلوا لي اول مرة. وكنشكر كاع الصديقات ديالي اللي هما بصراحة كيشجعوني. نقول لكم شكرا بزاف وبالصحة والراحة، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.